بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. تعد الفترة التي تلت واقعة الطف من أخطر المراحل التاريخية بعدما جرى في كربلاء، والذي يعد انتهاك لكل القيم الإسلامية التي أرسى دعائمها رسول الله صلى الله عليه وآله. لذا فالكلام عن الإمام السجاد عليه السلام يعد صعبا قياسا بتلك الفترة، وهذا ما جعل سيرة الإمام السجاد عليه السلام قد يشوبها بعض ما ليس بحقيقة، حيث يتصور البعض أن الإمام عليه السلام قد انزوى وانعزل بعدما جرى في كربلاء لكونه مريضا ولا يقوى على مواجهة عتاة بني أمية. والحقيقة أن مرض الإمام عليه السلام لم يستمر سوى أيام قلائل بعد واقعة الطف، ويذهب جملة من الفقهاء إلى اعتبار مرض السجاد عليه السلام حكمة إلهية ليسقط التكليف عنه بالجهاد فيحفظ من القتل ويوكل له مهمة الإمامة والتي تعتبر الأهم. ومن هنا كان لابد أن نسلط الضوء على منهج الإمام السجاد عليه السلام بالقدر البسيط والمقتضب في تلك الفترة. والحقيقة حتى نفهم المنهجية لابد أن ندرك ما تركته كربلاء لنفهم تلك المنهجية السجادية، وخصوصا بعد أن خلفت كربلاء إسلامان: إسلام بنو أمية، الإسلام الأموي المزيف الذي أسس له معاوية وجاء بيزيد للحكم وفعل ما فعل، هذا الإسلام الذي لا يمت للإسلام المحمدي إلا بالاسم، وإسلام آل محمد صلوات الله عليهم الإسلام العلوي الذي أسس له رسول الله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكل واحد منهما سمات تميز بها، فتشويه الحقائق وتصفية المعارضة الحقة ونشر ثقافة السكوت على الظلم والظالمين وتعطيل الحدود الشرعية وإنشاء فرق فكرية فاسدة معارضة للفكر الإسلام الصحيح، أهم ما ميز الإسلام الأموي. بينما سمات الإسلام العلوي فليس لنا إلا أن نقول أنها الحق بكل أشكاله وبكل عنوان يندرج تحت هذا المفهوم. ومن هنا انطلق الحراك السجادي المقدس، واستثمارا للمناسبة السجادية أيها الأحبة نلتقيكم على طريق الحسين، عنوان الحلقة: التشريع الإسلامي بين التنزيل والتطبيق، رسالة الحقوق انموذجا، برفقة الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عدي طالب آل حمود. أهلا برفقتكم. عمي بخدمتكم والله، سماش حر والله حر. هلا بيهم، هلا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. حر 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 We'll be right back.
أهلا بكم مجددا سادتي الكرام والأحبة، أعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام سيد التضحيات وأيضا بيوم استشهاد الإمام علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من خدام أمتنا ومن وحي هذه المناسبات وأيضا من شفعائهم يوم القيامة. أيها الكرام سادتي الأحبة، أجدد الترحيب بضيفي الأستاذ في حوزة كربلاء المقدس سماحة الشيخ عدي طالب آل حمود، حياك الله شيخ، أعظم الله أجوركم. أعظم الله أجوركم وأحسن الله لكم الأجر، حياكم الله. شيخنا، بداية كيف تقرأ إجمال دور الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه بعد واقعة الطف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ذلك لابد أن نبين الوضع، يعني وضع العالم بعد مقتل سيد الشهداء، وضع الأمة الإسلامية بعد مقتل سيد الشهداء. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اختصر لنا كل هذا البحث في بيان وضع الأمة بزيارته لسيد الشهداء عليه السلام المعروف بالناحية المقدسة. قال مخاطبا سيد الشهداء: لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام، بمعنى بأن جميع الأحكام عطلت. لماذا؟ لأن الإسلام قد قتل. إذن بعد مقتل سيد الشهداء، بعد واقعة الطف الدامية، قتل الإسلام، قتل الإسلام، انتهى الإسلام. هنا يبرز المهمة الصعبة للإمام السجاد سلام الله عليه أن يحيي الإسلام مرة أخرى. هذا الإحياء يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى العمل في جوانب متعددة. حينما يتم القضاء على الدين بمعنى التشريع الإسلامي الحقيقي المحمدي وتضيع الأحكام، حتى أن البعض من علماء العامة في ذلك العهد كالحسن البصري وغيره لديهم كلمات بأنه لو جاء الصحابة، هذا في عهده، بعد ذلك لما وجدوا من الدين إلا لدى المسلمين إلا القبلة، فقط الاتجاه للقبلة، هكذا كان يصرح بهذا الكلام، غيره أيضا بمعاني متقاربة. الإسلام المحمدي الحقيقي التشريع الإسلامي هجر وضاع، يأتي على الإمام عليه السلام الدور الأصعب والأبرز بأنه يحيي التشريع ويعالج الوضع القائم. مثلا من الناحية العلمية لابد وأن يكون هنالك كما هو عليه البناء العقلائي، لابد أن يوجد طلبة يطلبون العلم، يصبحوا علماء، يقومون بنشر العلوم. هذا الإمام في حصار، فكيف يقوم بذلك؟ نفس الدولة التي قتلت الإمام الحسين هي الحاكمة، بجيشها، بحاكمها، بكل نعم، وعليه العيون، عليه برقابة شديدة، ما يقارب أكثر من 30 سنة بعد الإمام، يعني بعد واقعة الطف. خلال هذه الفترة الإمام كان عليه الأنظار، عليه المراقبة، نعم تخوف بين وطأة وأخرى، يعني بين فترة وأخرى أقل يكون، ولكنها الرقابة والمساءلة والمتابعة. فأمام الإمام ماذا؟ أما بالمسجد، وكان يقوم بنشر العلوم عن طريق المسجد النبوي الشريف بعد سنين، لأنه قد هجر المدينة وصرح يعني في بعض الروايات بأنه إذا بحثت في مكة والمدينة لن تجد 20 بيتا محب لأهل البيت، فكان في غربة حقيقة. بدأ الإمام بشراء العبيد وتعليم العبيد، بعد ذلك خلال سنة واحدة يقوم بإصلاح هؤلاء ويقوم بعتقهم وأرسالهم للتبليغ. جانب، والجانب الآخر في المسجد كان يبدأ بنشر العلوم بمقدار تحت الرقابة، إلا أنه استطاع إيجاد يعني تأسيس العلوم الحديثة بعد ذلك، يعني النظرة الفقهية الدقية بدأت تظهر على يد الإمام عليه السلام. بدأ يعلم المسلمين
مو مسألة فقط يعني الإسلام هو هيكل وشكل. الأمر الآخر الذي عالجه الإمام المادية التي حصلت أثر أعمال السابقين بعد انتصار الإسلام يعني وما يعرف بالفتوحات الإسلامية ودخول الأموال، وبدأ النظرة المادية الرأسمالية تحصل لدى المسلمين، ربما سيطرت على الجو أصلاً، صارت من أولوياتهم. نعم، المادة هي المقدمة في كل شيء، حتى أنه يعني سبب حرب الجمل مثلاً كان في الأصل السلطة والمال، يعني السبب بأنه لماذا بأن عمر مثلا فرق ما بين البدريين والأحديين ومن دخل إلى الإسلام بعد الفتح وغيره، وأنت يا أمير المؤمنين تساوي بين الجميع، ما كانوا يقبلون هذا الشيء. هذا الأمر بدأ يترسخ في النفوس إلى أن وقعت الطف. وقعت الطف، البعض من الذين شاركوا في معركة الطف ماذا حصلوا من الغنائم؟ كيف من التمر بهذا المقدار؟ يعني كيف من التمر يشارك في قتل سيد الشهداء عليه السلام؟ الأمر متدهور، الجانب الروحي صفر. فهم الإسلام شكل، هيكل، يعني صلاة جماعة، وأي شخص يتم السيطرة على السلطة يكون هو أمير المؤمنين. وبسطة، وهكذا صار الإسلام الساذج والتوحيد التوحيد الساذج. فكان لابد للإمام مثلما عالج الجانب العلوم ونشر العلوم يعني الجهل، عالج الجانب الاقتصادي أيضا بأنه كفل الأيتام. 500 أكثر من 500 عائلة، هذا اللي توقعوه بعد وفاة الإمام، بعد استشهاد الإمام عليه السلام. قبل ذلك لا، بدأ حتى من أعدائه، يعني عندما أصبح آل مروان في خطر وكذا والتأجأوا إلى الإمام، الإمام كفلهم، بيّن رونق الإسلام من هذا الجانب. فالجانب الاقتصادي أيضا بدأ بكفالة الأيتام، كذلك في الجانب الروحي وهو المهم هنا، لأنه في قبال الجانب المادي والمادية المقتة وجد بأن الجانب الروحي أصبح ضحل، يعني لا ينظر إلى الإسلام، لعله يكون قريب إلى التشريع اليهودي. التشريع اليهودي، عيسى عليه السلام عندما جاء برسالته عالج هذا الجانب، كانت المادية هي الحاكمة. وإلى زمننا الحالي الآن النظرة، إذا تبحث في التوراة بأكملها لا تجد مسألة اليوم الآخر ولا للجنة ولا للنار، لها أثر قليل جدا، ما لها أثر أصلا. الديانة عبارة عن تشريع دنيوي وما يتبعونه فقط للأمور المادية. الإمام عليه السلام ما أراد أن يفهم المسلمون الإسلام كما فهم اليهود الدين موسى عليه السلام، فقام بمعالجة هذا الجانب عن طريق ماذا؟ عن طريق الدعاء. فصحيفة السجادية المباركة في قمة البلاغة العربية، في قمة العطاء الروحي والتعلق بالله سبحانه وتعالى وتقوية الجانب الروحي، كذلك يوجد جانب مهم جدا عمل عليه الإمام عليه السلام، وهو بيان مظلومية سيد الشهداء وأهداف ثورة سيد الشهداء، فعمل على الجانب العاطفي أيضا، كان من البكائين الخمسة، كثير البكاء، أراد أن يوصل إلى العالم بأن هذه المادية المقيتة التي بعتم من أجلها كل المبادئ حتى قمتم بقتل الإسلام المحمدي. الإمام هو الذي يمثل الإسلام الحقيقي. علي عليه السلام القرآن الناطق، يعني ماذا؟ يعني هو الإسلام الحقيقي. يا علي أنت أصل الدين،
فعندما نقول يا علي يعني يا حسين يعني يا حسن كل الأئمة المعصومين سلام الله، هذا ما نؤمن به، أما ما يؤمن به الآخرون ذلك بحث آخر. نؤمن بأن الإمام هو أصل الدين. فالآن السلطة الأموية الحاكمة لابد وأن توجد في قبال أعمال الإمام أعمال أخرى، لا يستطيع أن يأتوا بمثل ما أتى به الإمام عليه السلام، شأنه شأن رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما زعماء مكة كان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه جاء بالإسلام من أجل أن يتزعم عليهم، كانوا يعتقدون ذلك بعض زعماء مكة، والبعض صرح بذلك وبدأت المنافسة من أجل ذلك. قالوا حتى جاء بخبر من السماء، من أين نأتي بذلك؟ الإمام السجاد كذلك عندما جاء بهذه الأدعية وبيان المظلومية وفضح الطغاة التي ابتدأها مباشرة بعد واقعة الطف، سواء كان في الكوفة أو في الحدث المشهور والواقعة الشهيرة في مجلس يزيد، عندما خطب على المنبر وفضح يزيد وبين بأن الإسلام الحقيقي نحن الذين نمثل الإسلام الحقيقي، أما أنتم عبارة عن ملوك مغتصبون داعين إلى الملوكية، شأنكم شأن كل ملوك الأرض الآخرين الذين ينقلبون على أعقابهم. فالحقيقة لم يكن الطغاة يعني سواء كان المروانيين أو بعد يزيد، يعني مروان بن الحكم أو عبد الملك بن مروان إلى هشام بن عبد الملك، لم يكونوا يعوا أعمال الإمام إلى أن اتضح 100%. لأنه في حياة الإمام بعد أن كان 20 بيت كما قلنا بأنهم لا يحبون أهل البيت، في حياة الإمام زين العابدين عليه السلام مئات الألوف بدأوا يخضعون بالولاء للإمام زين العابدين عليه السلام، بدأ أحياء العلوم مرة أخرى. نعم، هذا الدور الذي جسده الإمام عفوا سماحة الشيخ، وفي تلك الظروف يعني صعبة جدا، يعني حكومة استطاعت أن تقتل الحسين العظيم وهم جميعا يعرفون شأن الحسين، وأيضا الجيش الذي كان قد فعل ما فعل، الأرضية الاجتماعية التي كانت تتكيف، إن لم تشارك فهي قبلت وإن لم تقبل فهي سكتت، إذن الجو كله مهيأ. في هذا الظرف الإمام سلام الله عليه أخذ ذلك الدور. أسأل جنابك عن أبرز ما تضمنته رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه نظر إلى أن الحقوق منهوبة، وبأن طبعا لا الحقوق الشخصية، لا الحقوق النوعية، حقوق الأمة بأكملها، وأراد أن يبين بأنه كما توجد واجبات توجد أيضا حقوق للبشر، وبين بدقة متناهية، حقيقة دقة كبيرة جدا، حقوق كل شيء في رسالة الحقوق. ابتدأها هي من حيث العناوين الأساسية في رسالة الحقوق 50 عنوان، 50 حق أو 50 حقا. ابتدأه بحق الله سبحانه وتعالى، نهاه بحق أصحاب الذمة أو أهل الذمة، هذا الحق 50 كان. وأعطى وبين حقوق مثلا الجوارح، حق العين، حق الشم، حق السمع، حقوق العبيد، حقوق المعلم، حق التلميذ، حق الوالدين. كل هذه الحقوق تقريبا بل قطعا 50 حقا، لأن توجد من ضمن الحقوق حقوق أخرى أيضا تتفرع منها بينها الإمام سلام الله عليه. الآن عندما نقول بأن للنظر عليك حق، ما الذي قدمه النظر حتى يكون له في ذمتي حق؟ واضح الأمر، هذا النظر الإنسان بنظره يدبر أموره، بيده بجارحته هذه يدبر أموره. فمثلما هذا النظر يخدمك، هذه اليد تخدمك، كذلك لها حق، يجب عليك أن تراعي هذا الحق، فلا تنظر إلى محرم، لا تكتسب بالحرام مثلا، لا تقوم بالاعتداء على الآخرين،
الأستاذ في الدرس مثل ما هو يعطيك من العلم ويقوم بالتنمية والتكامل، له حقوق أيضا عليك أن تراعي هذه الحقوق. هذا الطالب عندما يأتي إلى الدرس وبذل وقته وجهده من أجل ماذا؟ للهدف المشترك بينه وبين الأستاذ، فيجب أن للطالب أن مثل ما عليه واجبات كذلك له حقوق يجب أن تراعى. وهكذا بدأ الإمام يبين من وجهة نظر الإسلام المحمدي، الإسلام الحقيقي الواقعي وليس الإسلام الأموي المزيف، يبين الحق بهذه الدقة. حري بهذه الرسالة أن تشرح في برنامج خاص، يعني حق حق نقوم بشرحه وبيانه وبيان الأدلة نعم والمضامين التي فيه. أحسنتم سماحة الشيخ، بودي أن أعرف المقصود من التشريع الإسلامي، لكن اسمح لنا نقف عند تقرير الحلقة ونعود. سماحة الشيخ، أيها الكرام، سادة الأحبة، إلى تقرير الحلقة ونعود نشاهده معا، رافقونا. لقد أجمل الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق التي غطت سلوك الإنسان في كل أوضاعه وحالاته، وحددت الحقوق المترتبة نحو الجميع بدءا من ربه ومرورا بنفسه وجوارحه وأفعاله وانتهاءا بحقوق أهل ملته وأهل الملل الأخرى. رسالة الحقوق بالحقيقة فهذه أول كما تدعي الأمم المتحدة وغيرها بالحقوق للإنسان والحقوق للحيوان وغيرها، الحقيقة الحقوق التي وضعها الرسالة عامة وضعها الإمام زين العابدين أولا في حق الله عز وجل بأن لله عليك حقوق، وكذلك للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته عليك حقوق، ولسمعك عليك حقوق، وللنظر عليك حقوق. فيجب على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه. رسالة حق الإمام السجاد عليه السلام تناولت مضامين عديدة، منها حقوق الجار، حقوق السياسية، حقوق اجتماعية، كل الحقوق تناولت رسالة حقوق الإمام السجاد عليه السلام، فهي واسعة المضامين ولا يستطيع أحد أن يحصيها، فهي تحتوي على مجلدات عديدة. وكوننا نعيش أيام ذكرى استشهاد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، لابد لنا أن نستذكر ونستلهم منه الدروس والوقوف على مناقبه التي سجلها التاريخ بأحرف من نور وكلمات من ذهب، كقيامه صلوات الله عليه بفضح النظام الأموي وتزييف أكاذيبه وأباطيله والتعريف بثورة أبيه الإمام الحسين عليه السلام وبيان أهدافها العظيمة وغاياتها النبيلة. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وشيعة المنجي، ونعزيكم ونعزي أنفسنا بشهادة زين العابدين وسيد الساجدين الإمام السجاد علي بن الحسين السجاد صلوات الله. أما الدور الذي قام به السجاد صلوات الله عليه فهو أعلام، كما أن الحسين صلوات الله وسلامه قام بالسيف بإثبات ثورته بالسيف، فالإمام السجاد صلوات الله وزين بالعقيلة صلوات الله لهم الدور الأكبر في الإعلام، حيث في نشر رسالة الإمام الحسين ومبادئ الإمام الحسين وأسباب ثورة الإمام الحسين. نعزي الأمة الإسلامية ونعزي مع مراجعنا العظام بمناسبة استشهاد إمامنا السجاد عليه السلام الذي أفنى حياته من أجل الدين ومن أجل مولانا الحسين عليه السلام ومن أجل نشر المبادئ ونشر فكرة التضحية من أجل الدين الإسلامي. الإسلام هو دين ودولة ونظام اجتماعي لا بد أن يسود بمفاهيمه وأفكاره المتميزة، ورسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ما هي إلا دليل واضح على ذلك. لبرنامج الطريق إلى الحسين، علي الخالدي، كربلاء المقدسة. أهلا بكم مجددا سادتي الكرام والأحبة، تحية لزميل علي الخالدي والزملاء برفقته، يجدد الترحيب بضيفي أستاذ في حوزة كربلاء المقدسة سماحة الشيخ هدي طالب الحمود، حياكم الله مجددا سماحة الشيخ. سألت جنابك ما المقصود بالتشريع الإسلامي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة التشريع الإسلامي القانون الذي ينظم
ثلاث محاور. علاقة الفرد المكلف بغيره من سائر المكلفين، وعلاقة الفرد مع ربه، علاقة الفرد مع نفسه. كل هذه أو هذه المحاور الثلاثة قام بتنظيمها التشريع الإسلامي، شرع قوانين لتنظيم هذه الأمور، هذه العلاقات، حتى علاقة الفرد مع نفسه بهذه الدقة. توجد في مسألة أو مصطلح غالبا ما جاري على الألسن، مسألة مثلا الحرية الشخصية وغير ذلك. الإسلام دقيق جدا، فحتى الإنسان في خلواته قام الإسلام بتنظيم هذه الخلوة. الإسلام دقيق جدا، لم يراعي فقط علاقة الإنسان بغيره كما هو حال التشريعات الوضعية، هو عبارة عن محورين فقط، يعني علاقة الإنسان بغيره هو هذا المحور الأساسي، يعني سواء كان تنظيم المجتمع من ناحية التنظيم النوعي أو الشخصي، علاقة بين شخصين فقط هذه التي قام التشريع الوضعي بتنظيمها. أما الإسلام لا، أوسع من ذلك. الإسلام عمل على هذه المحاور الثلاث، قام بتنظيمها بهذه التشريعات. بعض التشريعات الإسلامية هي واضحة نصوص، لا تحتاج إلى اجتهاد وإلى بيان الحكم أو استنباط الحكم الشرعي، واضحة بنفسها. نعم، واضحة جدا، هي نصوص. طبعا الإسلام كما تعلمون عقيدة وشريعة. نعم. إذا تقصدتم من التشريع الإسلامي الناحية العملية أو الناحية النظرية، هو كلا الأمرين قام بتغطيتهما. نعم. فنجد بأن الإسلام بتشريعه هذا أوسع مدونة تشريعية عرفتها البشرية، يعني تشريعات دقيقة جدا لأمور جزئية، أيضا قام بوضع تشريعات لها. نعم نعم، أحسنتم. إذن شيخنا، من وحي ما تفضلت من معنى للتشريع الإسلامي، ما الفرق بين التنزيل والتشريع في هذه التشريع الإسلامي والتطبيق؟ والتطبيق. نعم. ولا التنزيل والتطبيق، ما الفرق يعني بينهما؟ التنزيل هو صدور الحكم من المولى سبحانه وتعالى، نعم، إلى الإمام، إلى رسول الله باعتباره هو الإمام المفترض الطاعة، من بعده إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فعن طريق أما القرآن الكريم، نعم، وأما عن طريق السنة، لأن السنة أيضا هي وحي في حقيقتها. الرسول كلامه كلام إلهي، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة والقرآن العظيم قاموا يعني المصدرين اللفظيين الأساسيين في التشريع. بعد ذلك طبعا لدينا في من ناحية الاستنباط منهما الإجماع مثلا والأحكام، أحكام العقل، وكما هو مبحوث في علم الأصول، يعني لدينا مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية، أو بعد ذلك يصار إلى الأصول العملية، هاي في ناحية من ناحية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي. أما من ناحية التشريع لا، هو موجود كله أين؟ في القرآن العظيم والسنة المطهرة. هذا هو التشريع، يعني يصدر التشريع من الله، من المشرع، وينزل إلى المكلف، يصل إلى المكلف. هذه مرحلة التشريع. مرحلة التطبيق بأن هذا المراد الإلهي يطبق. المراد الإلهي من الذي يعرفه بالقطع واليقين 100%؟ هو الإمام. أحسنتم، المحسن. نعم، ويعرف كيف يطبق ذلك التشريع. إحنا كمكلفين مهما على علمنا، مهما عظم علمنا، مهما تعمقنا في البحث، لا نصل إلى مسألة. إذا تحب بس أوضح فد نقطة مهمة جدا. فضل. في كل حكم، نعم، في كل حكم لا بد له من مقتضي. شنو يعني مقتضي؟ يعني وجود مصلحة لصدوره، نعم، أو وجود مفسدة لصدور النهي عنه. نعم. إذن أكو ضرورة له،
نعم يعني مصلحة كما في الصلاة مثلا توجد مصلحة محضة للمكلف، هذه كانت داعية إلى صدور الحكم بوجوب الصلاة. نعم. لوجود المصلحة. كذلك إذا وجدت مفسدة كما في شرب الخمر توجد مفسدة، هذا يسمون ملاك الحكم. هذه ملاكات الأحكام ليست بأيدينا، إذا أخبر عنها المشرع كما في مسألة الخمر، حرمت الخمر لإسكارها، هنا المشرع بيّن العلة، بيّن المصلحة الداعية إلى تشريع التحريم. أما سائر المواضيع الأخرى التي هي بحاجة إلى تشريعات ونريد أن نستنبط الحكم، هو قطعا صدر حكم لأن ما من واقع إلا ولله فيها حكم، ولكن كيف نستنبط هذا الحكم ونقوم بتطبيقه؟ إذا كانت ملاكات الأحكام بين أيدينا نصبح مشرعين، نستطيع أن نطبق، نعرف المراد الإلهي، مراد المولى ونطبقه. هنا ضاعت أحلام الفقهاء كما يقولون، لأنه عندما نأتي إلى موضوع معين إلى حكم معين لا نعرف الملاك فيه، ماذا نفعل؟ نلجأ إلى المعصوم يقوم بإخبارنا، لكن عندما نقوم بهجر المعصوم وترك المعصوم والابتعاد عنه كما فعل البعض من العام أبو حنيفة مثلا، التجأ إلى القياس، وقع بالمشاكل الكبيرة. نعم، هذا الابتداع في الدين. أحسنتم، مهم جدا وربما بات واضحا. أسأل جنابك يعني من وحي ما تتفضل، وربما تتفق معي أن هنالك مشكلة بالتطبيق، أليس كذلك؟ هذا ما تريد الإشارة إليه في معرفة الحكم وفي تطبيق الحكم. التطبيق. نعم. هل توجد صعوبة في تطبيق الشريعة الإسلامية مما جعل من جملة من المسلمين لا يطبقون مرة كل مرة جزء من التشريع هذا؟ يعني من الناحية العملية، عندما نبعد الإمام المعصوم عن تطبيق التشريع لا يمكن أن يطبق. هذا هو السبب الأساس. الله سبحانه وتعالى وعد في القرآن بأن هذا الدين يظهره على الدين كله، وعد في القرآن بأن هذا الإسلام سيبلغ قمة السعادة للبشرية، سنصل بالبشرية إلى مصاف لا غير مسبوق سابقا. نجد بأن الأمم الأخرى سبقت الإسلام من حيث التقدم الآن في زمننا الحالي. الآن الأتباع لا أقول الديانات الأخرى بل التشريعات الوضعية الأخرى من حيث العدالة الواقعية الآن في الدول الإسلامية، العدالة أفضل أم بالدول الغربية؟ يعني المظلوم يستطيع في تلك الدول الحصول على حقوقه، في هذه الدول لا يستطيع أن يحصل على حقوق. الكثير من الحقوق منهوبة، لكن بالاجتهادات سماحة الشيخ، لأنه مرة من نشوف الاعتداء على، وربما الاعتداء القريب عندما يحتدي شخص على ملياري إنسان، يجي شخص يريد يمنعه يمنعون هذا الشخص، ولكن هذا الذي يحتدي على مليارات الناس لا يمنعوه بداعي أو بحجة الحرية لذلك الشخص. نعم، في مسألة حرق القرآن والاعتداء على القرآن وعدم كثير مراعاة كرامة لا القرآن فقط، ومثل ما تفضلت يعني ملياري مسلم. وصلت إليهم الإساءة بالاعتداء على الكتاب بما فيهم يعني مواطنين الدولة مواطنين الدولة نفسها. في الدول، في السويد، في الدنمارك، في غيرها، يجوز ما تحترمون الآخرين، احترموا مواطنيكم. احترموا مواطنيكم. نعم، ولكن أقصد من الناحية النوعية، لا أقصد من الناحية الشخصية، واقع لها أبعاد سياسية. لا أقول بأنه إذا تأتي وتقارن في تطبيق القوانين الوضعية الباطلة حتى وإن كانت بدرجات قليلة، بالنتيجة متقدمين على البلدان الإسلامية. في إحدى المرات أحد الأصدقاء من دكاترة القانون، أستاذ في القانون المدني، كان نقاش معه حول هذه المسألة. قال شيخنا أي رؤية نطبق في الإسلام؟ الآن الرؤى الإسلامية كثيرة. أيها أحق، أيها هو الأحق؟
هل تستطيع أن تقول بأنه هذا يعني البشرية لا شخص واحد؟ نعم. كل المسلمين يقولون هذه هي الرؤية الإلهية، هذا هو المراد الإلهي، لا يمكن لنا بضرس قاطع. حسنت. أنت تقول بأنه التشيع هو القراءة الصحيحة. صح. التشيع أيضا شنو؟ قراءات. نعم. ولكن من ناحية نوعية لا قراءة واحدة. كذلك المخالفون أيضا قراءات متعددة. نعم. فأي إسلام نقوم بتطبيقه؟ الأس الأساس لو كان المعصوم واتبعوا المعصوم من أول الأمر لبين المراد الإلهي بضرس قاطع وقام بتطبيق المراد الإلهي. منذ أن شرع التشريع الإسلامي إلى يومنا الحالي لم يطبق الإسلام الذي ارتضاه الله. حسنت. كارثة هذه. نعم. هذه كارثة. الله سبحانه وتعالى هو الخالق. نعم. هو البارئ، هو المشرع، أراد أن هذا الإسلام أن يطبق. لم يطبق، ما طبق جزء منه لا كل الإسلام، يعني الإسلام الكامل. ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الكامل. هذا بين قوسين لم يطبق. أحسنتم. سمعت الشيخ بصلب ما تتفضل حضرتك وضيق الوقت أقاطعك كثيرا. نعم. الأمة التي تمتلك هذا القرآن العظيم وتمتلك ما تركه الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، ولو أخذنا نموذجا لها نهج البلاغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، التهذيب الروحي في الصحيفة السجادية وغيرها كثير، ما الذي تحتاجه إضافة لذلك لتكون مستقيمة عادلة ولا تكون كما تفضلت أن الدول التي تجهل بكل شيء هي متقدمة عليها؟ سأجيب من الناحية عرفية. الآن إذا مدرسة مثلا ابتدائية بلا مدير، يعني بلا ناظر عليها، بلا قيم عليها، هل تنتظم الأمور؟ أبدا. كذلك الحال هنا في التشريع، يحتاج إلى قيم. هذا التشريع يحتاج إلى قيم، هو الإمام المعصوم. العلماء رحمهم الله الماضين وحفظ الله الباقين الآن المعاصرين، يبذلون غاية الجهد، لأنه هو الاجتهاد وبذل الفقيه وسعة في استنباط الحكم الشرعي، يبذلون. ولكن الآن من الذي يطبق هذا الذي يستنبطونه؟ ولماذا أيضا في بعض الأحيان يغيرون؟ لأنها ظواهر. فلذلك الفقيه نفسه تجده بعد كم سنة شنو يغير الحكم كثيرا الذي استنبطه. طبعا أحكام جزئية. صح. لا كليات. نعم. للأمور الأساسية، كثير من الأمور الأساسية ما تحتاج إلى اجتهاد أصلا. نعم. هي واضحة لأن فيها نصوص. حتى أن العلامة الحلي مثلا رحمة الله عليه تجده في نفس الكتاب يغير رأيه. يعني في أول الكتاب له رأي في نفس الموضوع، في بس يتقدم موضع آخر يقوم بتغيير رأيه في المسألة. لماذا؟ يعني أما أن تحصل له قرينة، يعني ظهرت له قرينة معينة، دليل معين قام، أو الرؤية اختلفت لديه بسبب هذه القرينة، يقوم بتغيير رأيه. نعم. لكن لا تجد ذلك عند المعصوم. فالإسلام إذا أردنا أن نطبقه، وأقول 100%، يعني لا أقول نسبة من الإسلام، لا، 100% إلا بوجود المعصوم أو الرجوع إلى المعصوم. نعم. هو هذا معنى حديث الثقلين، لا يفترقا حتى يرجع، لأن المعصوم هو القيم على الدين. أحسنت. هو الذي يقوم بتطبيق المراد الإلهي 100%. نعم. أيضاً إذا يعني الفرصة سنحت له. أحسنتم. نعم. أيضا ما دمنا نتحدثنا عن الدول بشكل عام وأنظمة الدول التي تحكمها بالدقيقة ونصف ربما المتبقية، البلدان الإسلامية يحكمها ناس يقولون إحنا مسلمين ويرفعون شعارات الإسلام والمسلمين، أين مشكلتهم؟ وين المشكلة في عدم تطبيق الإسلام كما هو؟ ولو طبق الإسلام بشكله الجيد من قبل هذه الحكومات، ما الذي ينتج؟ هو يعتقد بأن الإسلام القراءة التي قرأها فلان أو فلان فيقوم بتطبيقها. يعني البعض يرى ابن تيمية، قراءة ابن تيمية للإسلام هي الإسلام الواقعي وهو المراد الإلهي، فكان إمامه ابن تيمية. ليس هذا هو الإسلام الحقيقي الواقعي.
فرد آخر يرى بأن فلان هو أو قراءة فلان هي الإسلام الحقيقي. الإسلام قلنا في بداية الحلقة قلت بأن الإمام زين العابدين عليه السلام عندما رأى الواقع هكذا بدأ بالإصلاح على محاور خمسة، بينا هذه المحاور، ومنها بأنه القراءة الخاطئة للإسلام وطغيان المادية في التفكير. لا يعتقد شخص بأنه عندما يذهب إلى صلاة الجماعة مثلا والبكاء عند في المسجد وفي الحرم وغير ذلك هو هذا الجانب الروحي. لا، ليس هذا هو الجانب الروحي. هذا أصبح يعني حالة نفسية، النفس تحتاج إلى الجانب الروحي. قاموا بخلق روحانية خاصة لهم مثلما أتباع بوذا خلقوا لهم، مثلما اليهود أيضا خلقوا لهم جانب روحي، النصارى الآن في زمننا الحالي خلقوا لهم جوانب روحية بقراءتهم إلى والقراءات المختلفة حسب الكنائس. الكنائس تتجاوز حسب القراءات تتجاوز المئة، أحيانا تجتهد من يمها. نعم، هو هاي قراءة خاطئة لمن إلى الدين تتناقض، وقامت الحروب فيما بينهم كلها عبارة عن قراءات، وإذا تأتي إليها تجدها قراءات شخصية. لا بد من الدين، سواء لا الدين الإسلامي فقط، أي تشريع لا بد له من قيم عليه. حسنت. وأيضا ربما من كلامك أستنتج أنه لا بد من الرجوع للكتب نفسها، نفس هذا التشريع، نفس هذا القرآن، نفس هذه الرسالة العملية، نفس مو في خطوة لأمير المؤمنين يوضح هذا المطلب. أحسنتم سماحة الشيخ أستاذ في حوزة كربلاء المقدس سماحة الشيخ عدي طالب آل حمود، ممتن جدا من حضرتك وأجدد لك العزاء بأيام سيد الشهداء وأيضا استشهاد الإمام السجاد سلام الله عليه. أحسنتم، جزاكم الله خيرا، والشكر موصول لكم، وأحسن لكم العزاء بذكرى شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام ومن قبله سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. أحسنتم سماحة الشيخ. أيها الكرام، سادة الأحبة، لكم مني ومن أسرة العمل أجمل التحايا بلون العزاء. إلى الملتقى.